ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أستاذ عز الدين، بداية مرحبا بك. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعلن أن حركته تسعى من أجل التوصل إلى تهدئة مع الكيان الصهيوني في غزة مقابل رفع الحصار. كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ يعني بلا شك هذا يعني امتداد للجهود التي ترعاها القاهرة وأطراف دولية والأمم المتحدة في إطار يعني تخفيف الوضع في غزة. هنالك مأساة مستمرة في هذا القطاع منذ 12 عاما. بلا شك ما صرح به إسماعيل هنية هو تعبير عن يعني موافقة الحركة على أي جهد يخفف من المعاناة الإنسانية ويرفع الحصار. فبالتالي إسماعيل هنية يتكلم عن ما يتم تداوله في من تقارير في الإعلام الدولي والعالمي والعربي عن جهود لإتمام هذه التهدئة في ظل استمرار المعاناة والحصار المفروض على القطاع. حتى الآن يعني ما يتم تداوله هو مجرد تسريبات عن خطط جديدة يعني تطرحها القاهرة بدعم من الأمم المتحدة وقطر وتركيا لرفع الحصار في ظل الرفض المستمر من قبل محمود عباس السلطة الفلسطينية لإبرام أي تهدئة دون يعني إشراكه في ذلك. فبالتالي ما عبر عنه هنية هو يعني حقيقي، يعني هنالك جهود تبذل والحركة منفتحة على أي جهد وأي يعني مسار يرفع الحصار ويخفف المعاناة المستمرة منذ 12 عام. إن كان الأمر كذلك فبماذا تفسر رفض حركة فتح هذا الاقتراح؟ يعني حركة فتح للأسف تريد يعني أن تفرض شروطها الخاصة بها على حركة حماس وعلى قطاع غزة. للأسف حركة فتح تشعر يعني أنها معزولة الآن في ظل التجاهل الذي يمارسه عليه البيت الأبيض الأمريكية وفي ظل التجاهل الدولي للسلطة الفلسطينية. حركة فتح تعتبر أن الحصار ما لم يتم رفعه من خلالها فهو بالتالي هذا يعني يندرج في إطار ما تسميه مخططات التشكيل القضية الفلسطينية. للأسف موقف حركة فتح هو موقف انتهازي، موقف لا يعبر عن حرص حقيقي على تخفيف المعاناة. لو كانت حركة فتح يعني معنية برفع الحصار لشاركت في الجهود منذ البداية، هي تريد أن تكون هي العنوان الأول والأخير، رغم أنها لم تسهم يعني لا لا لا, لا بالأموال ولم تسهم حتى بالتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة لتكون ممثلة لهذا الشعب. فبالتالي لا شك هنالك يعني انعكاس حقيقي لحاجة الاستقلال الفلسطيني وإصرار الرئيس محمود عباس على الإسلام في هذه الحالة على هذا الملف وملف التهدئة تحديدا. ولكن يعني ألا يعني اقتراح هنية إسقاط ثوابت الحركة التي تأبى تفاوض مع الكيان الصهيوني؟ يعني حركة حماس لم تطرح يوم من الأيام أنها ترفض المفاوضات. حركة حماس كانت ترفض شكل من أشكال المفاوضات. ما يجري الآن هي مفاوضات غير مباشرة برعاية أممية، وتم يعني عقد مفاوضات سابقة في أكثر من مرة، سواء فيما يتعلق بملف الأسرى صفقة الشاليه وب يعني اتفاقي تهدئة رعاها من القاهرة أيضا في حرب 2014 وحرب 2008. فبالتالي هذا لا يتعارض أبدا مع مبادئ الحركة و ثوابتها بمقاومة الاحتلال ورفض الاحتلال ورفض الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. يعني في أي يعني تجربة من تجارب التحالف الوطني هنالك دائما مفاوضات ومباحثات تتم بين الاحتلال وبين أو بين الاستعمار وبين قوى المقاومة. بالتالي لا شك هنالك يعني تحفظات لدى بعض الأطراف، لكن هذا لا يعني بالضرورة يعبر عن أن هنالك تناقضا أو خروجا على المبادئ والثوابت التي ترفعها على حماس. هناك من يرى أن هنية تحدى السلطة التي ترفض أي محاولات للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة قبل تحقيق مصالحة بحجة أن ذلك يرسخ لفصل القطاع عن الضفة. إلى أي مدى يمكن أن يعني تؤدي مفاوضات حماس مع الاحتلال إلى ذلك؟ هذه حجة مردودة يعني وغير حقيقية. من يروج بأن حماس وبأن المقاومة بأن الفصائل الفلسطينية في غزة تريد فصل القطاع لا ينظر ولا يلقي بالا بسبعه شهداء سقطوا بالامس وارتقوا امس في مواجهات مع الاحتلال. نتحدث عن دماء فقط واريقت امس. لم نسمع احد من الذين يرددون هذه الشائعه ويرددون هذه المقوله يتحدث عن هذا. هذا كلام غير صحيح ابدا. هنالك معاناه مستمره منذ 12 عاما. لو كانت حركه فتح حقيقه معنيه بالوحده الوطنيه ومعنيه ب يعني المشروع الوطني الفلسطيني لابرمت المصالحه التي رعتها القاهره
والتي يعني اجمعت الفضاء الفلسطينيه كلها بلا استثناء على ان الطرف المعطل لهذه المصالح هي حركه فتح. القاهره رعت جوله وجولتين وثلاثه واكثر من جوله في محاوله لابرام اتفاق وفي محاوله لطي ملف الانقسام، لكن للاسف كان في كل مره حركه فتح تعطل هذا الملف. ويعني عبر عنه الرئيس محمود عباس اكثر من مره بانه يريد من حماس التنازل عن كل شيء، هذا لا يعقل في اي يعني مفاوضات في اي مباحثة تتم بين شريكين في وطن واحد. فبالتالي من يسأل عن الدفع بتصفية القضية الفلسطينية أو بالدفع بفصل قطاع غزة عن الضفة هي حركة فتح وسياساتها وإصرارها على إبرام شكل خاص بها أو شكل مفصل على مقاسها في ملف المصالحة. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم.